دعاء هيسد كل ديونك. انا عارف انت هتسأل يعني ايه دعاء يسد كل ديوني. في الاخر في تفصيلة كده هتحل الاشكالية دي عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا بخير. كتير مننا الا ما يكون معظمنا يعني كحيان وعليه ديون كتير، ربنا يسد ما علينا يا رب جميعا. النهاردة جايب لك دعاء لو قلته بموعود النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الله عنك كل ديونك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ، الا اعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل احد دينا لاداه الله عنك. قل يا معاذ، وانت قول ورايا واحفظ ورايا، وانت برضو قولي ورايا واحفظي ورايا: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الله، شايف الكلام؟ وقف الفيديو وعيد الفيديو مرة كمان ومرة تالتة لحد ما تحفظ الدعاء ده بموعود النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. أنا عارف إن شلتك كلها كحيانين وكلكم مستلفين من بعض ومسلفين بعض وهي دايرة قد كده وكلكم مديونين لطوب الأرض. ابعت الفيديو ده ليهم وقول لهم: عسى الله أن يؤدي عنا ديوننا، ربنا يفكها علينا. طيب إزاي بقى يا أسامة هقول الدعاء دوت فربنا يؤدي عني الدين أو يقضي عني الدين؟ هقول لك يا صديق، قضاء الدين مش زي ما أنت متخيل. أول ما تقول الدعاء فصاحب الدين يتصل يقول لك: خلاص يا ابني مش عايز الدين، وربنا قادر إن هو يعمل ده وخليك مؤمن بده. بس في طرق كتير أوعى تخلي نظرتك لربنا والتعامل مع ربنا يبقى نظرة ضيقة قوي والتعامل يبقى ضيق قوي. خلي نظرتك في التعامل مع ربنا نظرة واسعة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى بسبب الدعاء دوت يوسع في رزقك فتسد الدين في 6 شهور بدل ما كنت هتسده في سنة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في رزقك اللي انت بتاخده هو فتعرف تحوش 100 جنيه كل شهر اللي انت بتقول عليها بقالك 20 سنة وما بتحوشهاش، فتعرف تحوش علشان ربنا بارك في الرزق اللي بيدخلك ده. قضاء الدين لما ربنا يقضي عنك الدين ليها صور كتير جدا. ما تخليش نظرتك لربنا نظرة محدودة، وربنا يا رب يفرج عن كل مديون ويسد عنه يا رب دينه. اللهم امين. اوعى تنسى صيام 2 وخميس من كل اسبوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى وردك اليوم من القران. اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعه واحده بس قبل ما تنام. اشوف وشك على خير ان شاء الله بكره في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.